خليني اقول لك الشق الاولاني بتتكلم عن ان هو طيب او كده. الافارقه طيبين جدا، يعني الافارقه بطبعهم ومن خلال يعني حتى لما سافرنا وهاني طبعا وانا سافرنا كتير ورحنا لعبنا في افريقيا سواء منتخب او نادي، فهم بطبعهم طيبين ومحترمين جدا وبيتعاملوا مع الـ مع الـ يعني مع مع الناس باحترام وبتواضع وكده، وبيحس ان طالما انت بتعامله باحترام هو بيقابلك بنفس الاحترام. عايز اقول كمان الحاجه التانيه ان هو الراجل يعني احنا لابد ان نتعامل مع الموضوع بمنطقيه شويه، وهو ان احنا صعب ان احنا نطلب من موسيماني في خلال اسبوعين ان هو يعرف كل حاجه عن النادي الاهلي. هو لعب قدام النادي الاهلي لكن انا في فرق بين لما بلعب قدام النادي الاهلي فبدرس النادي الاهلي من خلال المباريات اللي بتجيلي وبشوفها وكده، لكن عشان اعرف تفاصيل قوي. انت بالمناسبه كنت بتتكلم تدريب الفريق النهارده مع السوليه ومصطفى شوبير، ده لسه حصريا من خمس دقايق يعني الفريق تقريبا انهى تدريبه خلاص وفي اتجاهه طبعا للعوده للاوتيل. مظبوط. فانا عايز اقول ان احنا عاملين عقد مع بيترو موسيماني لمده موسمين، وده يخلينا ان احنا نتعامل بمنطقيه، وهو ان صعب نحمله كل حاجه، صعب ان هو يعرف التفاصيل في التغييرات، هل ده لاعب يقدر يحدث فارق ولا لا، في تفاصيل صغيره قوي في لعيبه ممكن تبدا بيها عشان احسن من ما تخليه معاك وتنزله، في حاجات تفاصيل صغيره. وهنا يجي دور سامي، يعني سامي قمصان طبعا من واضح انه قايم بدور هايل من المدربين يعني المميزين، وفي نفس الوقت بقى له فتره في الفريق الاول واشتغل مع كارترون في وجودي واشتغل مع لاسارتي برضو واشتغل مع فايلر، وده رابع مدرب يشتغل معاه، فاكيد اكتسب خبرات وحافظ الفرقه بقى له فتره مع الفرقه. فانا عايز اقول ان هو ليه دور في حته ان هو برضو يتكلم مع الراجل عشان في بعض الحاجات ممكن يبقى عايز اقول ايه يعني تفاصيل صغيره ودقيقه ممكن يفيد فيها بيترو موسيماني. اللاعب انا ما زلت مصر، لاعب شمال افريقيا مختلف عن لاعب جنوب افريقيا، الحته البدنيه مختلفه، الفكر في المباريات والتفكير في تفكير الثقافه ذات نفسها جوه المباراه بتختلف. خلينا نقول لعيب جنوب افريقيا، وهاني طبعا لعبنا قدام جنوب افريقيا كتير، لعيبة جنوب افريقيا بتلعب بشكل هاني لو تفتكر مفيش جوانب تكتيكيه، بيلعبوا اوبن جيم على طول، بيلعبوا هو الشكل التكتيكي بيكون ما انت هتحس ان هم بيلعبوا مفتوح، لكن هم بيلعبوا كوره حلوه، يعني بيلعبوا كوره حلوه ممتعه لان في مساحات. شريف كنا دايما بنحب نلعب ماتشات جنوب افريقيا. اللقطه دي هاني ومحمد يوسف ممكن ليها دلاله عندكم ولا حاجه؟ طبعا الجوانب الفرديه واللقاءات الفرديه مع احمد الشيخ، طبعا احمد الشيخ وموسيماني بيتكلم جوانب فنيه، ممكن خلي بالك الجوانب الفنيه دي ممكن يتكلم فيها، واللعيب بيشعر كمان باهتمام المدرب. شوف الكابتن محمود خطيب، كابتن محمد طبعا هو خلي بالك واقف يعني متواجد، يعني هو معاه الاستاذ طارق قنديل، هو الدكتور احمد شاوي، هو واقف يتابع كل تفصيله ومنتهى الدقه. فده كمان على الجانب الايجابي ان رئيس النادي بنفسه واقف جوه التمرين. صحيح. اللاعبين كمان بتحس بالثقه وبتحس ان المسؤوليه كل طبعا المسؤوليه، وده جزء مهم جدا، وبتحس ان يعني فعلا كل يعني تحس انه عيله واحده. كابتن سيد موجود، الكابتن خطيب موجود، اعضاء مجلس الاداره موجودين، كل ده سبورت اللعيبه، واللقاء موسيماني مع لعيبه نفسه يا استاذ عصام بالظبط. كمان ده شيء الشغل النفسي مهم ده جدا، ده قمه الاحتراف، هي قمه الاحتراف في كره القدم زي ما يعني شفنا وعاصرنا انه هي فرقه اللي هي حتى البرازيل اللي هي بيقولوا قمه المدرسه دي، اللي هي زي فرقه شارعنا وشارعكم، الخمسه حافظين بعض وحد بيتكلمهم فبيسمعوا الكلام، بتنتقل انهم بيسالوا على بعض، وما دمنا بنواصل يعني نقل شيء محترم عن ما يحدث في بعثه النادي الاهلي. عدى مشهد رائع، قفشه وكهرباء وحد تاني بس ما لحقتش الصوره، واخدين معاهم الادوات يا كابتن هاني يا استاذ شريف يا كابتن يوسف، طبعا مساهمه منهم، ومع الجو العائلي الاسري الفني المحترف ده، مع بعض العاملين في الفريق اللي هم كتيبه واحده في الاخر ولها دلاله زي ما الكابتن محمود خطيب واقف بيتابع. لكن
على العكس بقى، هو لا يعرف من سيلعب من من لن يلعب، هو لا يعني يسأل عن 4-4-3 ولا 7-8-2، لكنه موجود حتى تشعر يعني الأسرة فردا فرد بأهمية الرحلة، تشعر أن الكل يؤدي ما عليه وجزء من المسؤولية، أنا حاضر وموجود نيابة عن كل ما يمكن أن يكون توفير سواء من الإدارة أو من الجمهور العظيم اللي أيضا يمثله رئيس النادي والذين معه. صحيح. بمتابعة حضرتك السنين الطويلة دي ومعانا اتنين من نجوم الكرة المصرية على مر العصور، يعني هعتبر الكابتن هاني رمزي المرة دي ضيف واسأله هو وكابتن محمد يوسف، هل عندنا مشكلة فعلا في مدى التزام وتركيز اللاعب المصري خصوصا في المباراة المهمة أو في النهايات برا أو جوه؟ أشهد. يعني فكرة العقلية ووضعه تحت ضغط، هل صحيح انتوا خدتوا حاجات زي كده؟ هل عندنا مشكله فعلا؟ لا اشهد يعني في الجزء ما دون الفني اشهد لبعثاتنا انها البعثات الاكثر انضباط، البعثات الاكثر قدره انها تقدم شكل حضاري جدا وصوره مشرفه للمصريين، وكل بقى ونادي اذا كان الموضوع انديه، يعني الجزء الفني هم اقدر من طبعا الكباتن، لكن اه طبعا عندنا مشكله هقول رايي وقدر كابتن محمد. لا قول انت، قول لا قول انت. لا احنا طبعا عمليه لا عدم التركيز ديت اعتقد انا في وجهه نظري ان مباراه بيراميدز كان بروبه رائعه للجزئيه اللي بتتكلم عليها مش كده، انك يطرد منك واحد وانك بتحافظ على تركيزك لاطول اداء ممتاز اداء كويس وبتحافظ، اصل الاداء الكويس ده من تركيز عالي يعني. صحيح. محمد عارف اول ما التركيز بيقل الاداء طبيعي بيقل معاه. فاعتقادي الشخصي تتوقف على خبراتك، اولا لازم الخبرات تكون كبيره ودي متوفره في النادي الاهلي، خبرات المباريات الثقيله انك بتلعب مباراه ليها اجواء خاصه وليها طابع خاص وفي بطوله كبيره، فلازم التركيز بيكون عالي جدا. وزي ما بقول دايما ان كمان التجهيز المعنوي والتجهيز النفسي قبل المباراه ده بيعلي جزء كبير من تركيز اللعيبه. واستاذ عصام انت عشرت معنا الكابتن جوهري كان بيركز على الحاجات المهمه ديت، احنا ما كناش فاهمين واحنا صغيرين كنا متضايقين احيانا، لكن ما حدش ياخد باله لما يحسوا انها افادتهم في الملعب. بالظبط الامر بيستلزم اعداد نفسي ولا ممكن المدير الفني يقوم بالمهمه دي ومدير الكره كابتن محمد؟ اعداد نفسي قصدك يعني ان يجيب معد يعني يجيب دكتور او حاجه، انه يفضل اللاعب في اعلى درجات التركيز في هذا النوع. بص هو المباراه بتفرض نفسها يعني الاحداث، اللاعب ده بشر واللاعب ده بيحس ان هو واصل له كويس قوي ان البطوله دي ده سيمي فاينال افريقيا، وان احنا بنلعب قدام الوداد، وان يعني عايز اقول ان المباراه بتحمل اهميه قصوى لجمهور النادي الاهلي.